محمولا على الأكتاف شهيدا، يعود محمد ندى ذو 23 عاما إلى منزله في زيارة أخيرة تسترق عائلته فيها نظرة وداع لن تتكرر. فمحمد قضى متأثرا بجراح أصيب بها خلال محاولات الفلسطينيين التصدي لاقتحام إسرائيلي مباغت في مخيم العين غربي نابلس. كان ملقاه هنا على باب عيادة مخيم العين، طبعا منعوا الإسعاف من جرائم الاحتلال ومن قساوته، يعني منع الإسعاف ليصل لابني منذ أكثر من نصف ساعة تقريبا لحتى استطاع أن يدخل ويحمل ابني. طبعا كان جريحا مخضبا بالدماء. بلشوا يضربوا فينا، بعدين عرفوا مين نور، وبعد ما عرفوا مين نور برضه ضربونا اثنين. ابوي بكى حشرينه بالصالون، خنكوه بالصالون مع دفاشه، كسروا الدار، اخذوا كل الجوالات اللي محل ما من نابل لان كنا نايمين. آلاف الفلسطينيين والغضب يعتريهم شيعوا ندى في موكب جاب شوارع نابلس ومخيم العين. الفصائل المسلحة تعهدت بالرد على جرائم الاحتلال وأكدت تمسكها بخيار المقاومة وسط مطالبات بالوحدة ورص الصفوف. هذا الشعب لا يوجد لديه أي مفر من هذه البلاد، لا يمكن أن يفكر بالهجرة مهما كلفه ذلك من ثمن. هذه أرضنا مجبولة بدم الشهداء، لا يمكن أن يستطيع هذا الاحتلال أن يحقق انتصارا بالقوة المسلحة على الشعب الفلسطيني. المعركة معه ومعنا مفتوحة بكل الاتجاهات وبكل الإمكانيات، ولا يمكن أن يستطيع أن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني. عملية عسكرية تأتي ولم تلملم نابلس جراحها بعد أن اغتال الاحتلال ثلاثة من عناصر كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس على قمة جبل جرزيم في المدينة. تصعيد ترافق أيضا مع حملات دهم واعتقالات واسعة طالت أكثر من 40 فلسطينيا. تفرط إسرائيل في استخدام القوة فتقتحم وتقتل وتعتقل، والهدف ردع فصائل المقاومة، لكن مع نهاية كل عملية يؤكد الفلسطينيون تمسكهم بالمقاومة وعدم التراجع. إبراهيم خلف، ترتيع عربي، من مخيم العين، نابلس، الضفة الغربية المحتلة.